كل يوم او كل فتره زمنيه صغيره بيجي لك واحد بمواصفات معينه، يعني حته المسؤوليه او القياده مش كل يوم بتقابل الشخصيه دي، فده مش سهل يعني، مش سهل وخصوصا في الانديه الكبيره، الانديه اللي هي بتتعرض لحاجات كتير جدا من الضغوط او المسؤوليه بصح التعبير يعني، وكيفيه التعامل معاها سواء كان مع اللعيبه الصغيره او اللعيبه اللي جايه او اللعيبه المنافسه او الحكام او الاعلام او المنافسين بشكل عام. دايما كنت بقول ان حسام غالي لسه قادر على عطاء، واشرت اكتر من مره ان هو قادر على عطاء وان انا محتاجه معايا باستخدامه، طبعا بيبقى ايجابي جدا بالنسبه للفرقه. لا تاريخ الاعتزال مع نهايه الموسم، يعني هو تكريمه حاجه وتاريخ الاعتزال مع نهايه الموسم، لكن حسام هيظل معانا لغايه اخر الموسم ان شاء الله، وهنستكمل طبعا الفتره الجايه ان شاء الله معانا. مش قادر.